هنشوفك في رمضان شو المسلسل اللي بتحضر. في مسلسل خلصته خلاص هينزل ان شاء الله في رمضان، اسمه نعمل افوكاتو، مي عمر وانا واخراج الاستاذ محمد سامي. وفي مسلسل بصوره دلوقتي اسمه محارب، انا وحسن الرداد وانتاج احمد السبكي واخراج شيرين عادل وتاليف محمد سيد بشير. هنشوفك مع بناتك في رمضان ولا لا؟ لا مش هتشوفيني مع بناتي، مش لازم بقى يعني كل واحد يشق طريقه لوحده. انا احنا من المغرب اكيد هنسالك عن المغرب وعلاقتك بالمغرب. هتزور المغرب قريبا ولا امتى كانت اخر زياره؟ زرتها طبعا قبل كده كذا مره يعني، واتعزمت على اكتر من مهرجان، بس يمكن بقى لي كذا سنه ما روحتش، بس اكيد لو جات لي اي دعوه للمغرب طبعا هروح جدا، انا بعشق المغرب. علاقتك بالفنانين المغاربه كيفاش عامله؟ شكون هم اصدقائك في الوسط الفني المغربي؟ لا الفنانين ما اعرفش قوي غير اللي موجودين عندنا في مصر يعني، ما انت فاهمه، جريني، سميره سعيد، دول قريبين مني. في ولد بحبه قوي في المغرب كان في ذا فويس تقريبا، كان اسمه فراوله. فريد. ده رائع جدا، ما اعرفش هو ده المفروض كان يبقى نجم النجوم يعني، انا بعشقه يعني، ده بحبه قوي. ما نعرفش بعض يعني، مش اصحاب، بس انا بحبه يعني. انا معجب بيه جدا جدا جدا. يا شيخ خلينا كده ساكت اهو.